لو ما تعرفش فواتساب هينزل ميزه جديده قريب جدا، وانا جاي اقول لك عليها عشان لما تيجي تبقى انت اول واحد يعرفها. بقينا متعودين خلاص ان واتساب كل فتره بينزل تحديثات جديده بتكون مسروقه من تطبيقات تانية، وده بقى امر عادي جدا. التطبيق برضه بيبقى عايز يشوف حاله شويه ويفكر ليه بره الصندوق، ما في مميزات هنا ممكن اخدها والطشها واحطها عندي. بس المره دي السرقه منهم فيهم، لان انت عارف ان واتساب تبع شركه ميتا، وشركه ميتا هي اللي عندها برضو انستجرام، فلما تبقى السرقه منهم فيهم فالموضوع مش غريب. الميزه دي كمان موجوده في الفيسبوك، فكده كل تطبيقات ميتا، فيسبوك، انستجرام والواتساب هيبقى فيهم خاصيه جديده، واللي هتيجي في تحديث جديد للواتساب. وحاليا في النسخه التجريبيه للواتساب، حالات الواتساب اللي بتنشرها كنت يا اما تعمل لها قبل كده ايديت على الفيديو بتاعك او الصوره عشان تحط عليها مزيكا او اي حاجات صوتيه، كنت لازم تعمل ده على تطبيق خارجي او بتجيبها من تطبيق تاني عشان تشاور على حالات الواتساب بالتعديل بتاعها ده، وكان اللف ده كله عشان الصوره بتاعتك يتحط عليها حبه مزيكا. التحديث الجديد هيجي فيه ان الواتساب هيسمح لك ان انت تحط مزيكا من جوه حالات الواتساب نفسها او انت بتبعت الصوره دي لاي حد، لان ظهر خانه جديده للمزيكا في الواتساب في النسخه التجريبيه الجديده ليه، ودي اللي هتخليك زي الانستجرام بالظبط ان انت تدور على اي مزيكا موجوده على التطبيق وتختارها وتنشرها مباشره على الحاله بتاعتك. طبعا اهميه التحديث ده في حته ان انت كنت بتعمل الموضوع ده قبل كده او بتجيب الحالات بتاعتك من تطبيقات ثانيه وبتنشرها على الواتساب، لو انت عايز تحط الصوره بتاعتك على مزيكا او عايز تبعتها لحد بمزيكا او اي حاجه، يعني تغير المود بتاعك وانت بتبعت الحاله دي لاصحابك. فخلاص التحديث هيجي لك ان انت الموضوع ده تقدر تعمله من جوه الواتساب ده. وبمناسبه حالات الواتساب، فانت لو عايز تنشر الحالات بتاعتك بجوده عاليه، ومجرد ما تنشر الصوره بتاعتك الجوده بتاعتها بتتضغط هي والفيديوهات. فشوف الحلقه اللي موجوده هنا لو انت عايز تنشر حالات الواتساب بتاعتك بجودتها، الحلقه الموجوده هنا.